السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة براجع برضو معاكم بسرعة الوضع حول العالم وحول الدول العربية بخصوص الجائحة الجديدة أو الوباء اللي هو كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد. عدد الإصابات الإجمالي في هذه اللحظة، أنا هنا الساعة دلوقتي الساعة 2 الظهر، يعني حوالي تقريبا 8 الصبح في مصر، الساعة 8 الصبح في مصر، 145,853 دي عدد الإجمالي الحالات في العالم. عدد الوفيات 5,438. عدد حالات الشفاء، حالات الشفاء 72,550 حالة. الحالات الأكتيف كيسز، 67,000 حالة 865، قلنا منهم 90 حالة، 90,000، 90% حالات متوسطة أو خفيفة، و6,000 حالات حرجة أو صعبة. الفرق بينهم إن دول 90% دول بيتحطوا فقط في العزل مع الرعاية الطبية وياخدوا يعني اسمها بيتحطوا تحت الملاحظة ورعاية طبية وحاجات تقوي وضعهم، يعني محاليل، لو في سخونة بياخدوا دواء للسخونة، علاج للأعراض وما إلى ذلك. أما دول فدول بيخشوا اللي هم 10% دول بيحتاجوا عناية مركزة، وبيحتاجوا يمكن بعضهم 5% منهم أو 6% بيحتاج تنفس صناعي. الحالات اللي انتهى أمرها وتحسنت أو توفت 77,988، 72,000 وكسر خفوا، و5,400 ما زالوا في الإيه ده، يعني في رحمة الله بقى، دول توفوا. دول ده الكيرف بتاع عدد الحالات الجديدة، زي ما انتم شايفين مازال بيصعد لفوق، وده نتيجة ان في كل يوم اصابات جديدة. ونفس الشيء بالنسبة للوفيات، بيصعد لفوق لان في وفيات جديدة. اما عن عدد الدول في العالم، فيمكن لو حضراتكم هتشوفوا 145 دولة في العالم زائد السفينة اللي هي الدايموند برينسس، 145 دولة في العالم ظهر عندها الفيروس. ما زالت الصين هي عندها أكبر عدد من الحالات، بس ما شاء الله عليهم بقى فقط 11 حالة إصابة جديدة. الحالات ما زالت بتزيد في إيطاليا وبتزيد في إيران، والوفيات برضو بتزيد في إيطاليا وبتزيد في إيران وبتزيد في كل العالم. الصين فقط عدد الوفيات طبعا بتزيد بس 13 حالة، وكوريا برضو عدد الوفيات بتزيد بس فقط 6 حالات. قارنوا بقى بإيطاليا، عدد كبير من الحالات، امبارح كان 15,000، النهاردة 17,800 الإصابات الجديدة. فالإصابات الجديدة هنا كتير جدا عن الصين وعن كوريا الجنوبية وأسبانيا وأرمانيا وفرنسا. ألمانيا العدد نط فيها جامد، الإصابات الجديدة إلى 3,675. الولايات المتحدة وصل إلى 2,359. طبعا الولايات المتحدة يعني الناس فيها، أو في ناس فيها من العلماء وكده، عندهم تنبؤات بصراحة سيئة جدا جدا عن اللي هيحصل بخصوص الفيروس. بعضهم وصل إن قال إن متوقع يكون يوصل عدد الإصابات إلى أكتر عدد كبير، يعني 200 مليون أو حاجة زي كده، وإن يموت أقل شيء حوالي نص مليون أمريكي. تنبؤات يعني بصراحة شوية سوداوية، لكن هو الوضع مش الخلاصة، إن الوضع يعني مش مطمئن، وإن الأمور حساسة جدا، وإن قدام البشرية معاناة قد تستمر عدة شهور، والمعاناة دي هتستمر إلى إن عدد كافي من البشرية يصاب بالفيروس. ما عشان الفيروس يقف وما يقدرش يصيب البشر إلا بحاجات قليلة، عايز
إن معظم البشر يكون عندهم مناعة ضد الفيروس، وعشان البشر يكون عندهم مناعة ضد الفيروس لازم عدد كبير أوي يتعرض للإصابة بالفيروس، وبالتالي بيطلع المناعة الربانية. الحكاية دي تحتاج يمكن عدة شهور لما يتعرض كثير من الناس للفيروس، لأن في كتير منهم بيتعرض للفيروس ما تحصلش عنده أعراض أو تحصل أعراض طفيفة بس بتطلع عنده مناعة، فيما بعد يبقى عدد كبير جدا من البشر عندهم مناعة، ولما يخلفوا احتمال المناعة برضو تتورث في الأطفال، وبالتالي بيتحول الفيروس من فيروس خطير غريب على الجسم الإنساني إلى أي حال وحال أي فيروس آخر، ممكن يجي بقى موسمي أو غير موسمي بس يصيب عدد قليل من الناس وما يبقاش له خطورة مثل هذه الخطورة. ده المتوقع لهذا الفيروس. فده الحالات عمالة تزيد كما قلنا في كل أوروبا وفي كل الدول العربية، الحالات بتزيد بشكل يعني صعب قوي. على مستوى العالم عدد الإصابات الجديدة زادت بنسبة 11,000 حسب القراءة الحالية. احنا قلنا القراءة الحالية كام؟ 145,853 اللي قلناها من شوية، 145,053 العفو 145,853، امبارح كان 134,804، يعني في فرق النهارده 11,049 اصابه جديده، ده على مستوى العالم. طبعا لو قارنته بالاصابات اللي الفرق بين امبارح واول امبارح وهكذا، هنلاقي يوم 10 يناير بينه وبين 11 4,000 حاله، ومن 11 ل 12 مارس العفو من 11 ل 12 مارس 7,000 حالة، ومن 12 ل 13 8,523 حالة، ومن امبارح 13 للنهاردة 14 11,049 حالة. يعني شفتوا الأرقام، عدد الإصابات اليومي 4,000 ثم 7,000 ثم 8,523 ثم 10,049، وهو ده اللي بيخلي الناس تتوقع بدراسة هذا المنحنى ان ممكن عدد الاصابات تصل الى 200 مليون او 250 مليون من البشر. بالنسبة للوفاة، اليوم الوفاة زي ما موجود هنا 5,438، كانت امبارح كام؟ كانت امبارح 4,984، يعني في زيادة 445. برضو حالات الوفاة اليومية في ازدياد، من 10 مارس إلى 11 مارس 171، بعديها 355، بعديها 351، جت النهاردة الزيادة 454، يعني في ازدياد. حالات الشفاء 72,550، يعني نحمد ربنا ان في حالات شفاء الحمد لله، لان احنا قلنا في 90% حالات عادية أو خفيفة طفيفة ودي بتخف، وفي 10% حالات حرجة، في منهم طبعا ناس بتخف بس في منهم حوالي 5% بيموتوا أو 4% بيموت. هو معدل الوفاة حاليا 3.4، بس أنا يمكن شايف إنه يكون أكتر سن. فالفرق ما بين الشفاء من امبارح والنهاردة في 2156 شفاء جديدة، حالة شفاء جديدة، 2156 حالة شفاء جديدة مقارنة بامبارح كان 2100 حالة شفاء جديدة. بس قارنوا بقى، لو حبينا نقارن حالات الشفاء كل يوم اللي هم 2156 حالة شفاء بحالات الإصابة الجديدة اللي هي 11,000 حالة 49، ففي فارق كبير، فارق شاسع، يعني في حوالي 9,000 حالة فرق في عدد الإصابات الجديدة. الدول العربية طبعا وضعها مش تمام. قطر 320 حالة، قطر 320 حالة، زادت الحالات في قطر بنسبة كام؟ بنسبة 58 حالة. طبعا العدد ده بالنسبة لدولة زي قطر صغيرة يعتبر عدد خطير ورهيب، عدد بصراحة رهيب جدا. تيجي بعد كده البحرين، بعد قطر البحرين 212 حالة، 212 حالة بزيادة عن امبارح 13 حالة.
العراق 101 حالة بزيادة 18 حالة عن امبارح، الكويت 100 حالة بزيادة 20 حالة عن امبارح، مصر 93 حالة بزيادة 13 حالة عن امبارح. يعني كده معناها ان برضو الدول العربية فيها كل يوم حالات اصابات جديدة ما توقفتش، والعدد كل مدى ما بيزيد. وربنا يستر طبعا على الدول العربية، ربنا عالم بالحال. الأنظمة الصحية عندنا على قد حالها، ما تقدرش تستوعب. يعني مثلا قطر 320 حالة، 10% منهم محتاجين تنسف كير، غرف إنعاش وعزلة تامة. يعني عايزين 10%، يعني عايزين حوالي في منهم 32 حالة في غرف إنعاش. الأمور ماشي، لكن لو زادت الحكاية عن كده كتير طبعا النظام الصحي ما يقدرش يستوعب الوضع ده. فربنا يسترها إن شاء الله، وكل واحد يخلي باله من نفسه ويخلي باله من عياله وأهله. هو ممكن مع كل هذا الوضع السيء جدا ممكن تظل أنت محافظ على نفسك ومتجنب الإصابة بأنك أنت تمتنع أو ما تطلعش بره بيتك إلا للضرورة القصوى، والنظافة الشخصية وغسيل اليد وغسيل اليد بعد عدة مرات يومين بالماء والصابون. لو اتبعت هذا الأسلوب وطبعا تقوي المناعة، لأن هو أهم يعني السلاح الأولاني لمقاومة هذا الوباء هو المناعة. كل ما بتقوي مناعتك، مناعة جسمك، كل ما كان فرصتك إنك لا تصاب أو إذا أصبت تكون الإصابة طفيفة وتكون إن شاء الله العواقب طيبة. وبكده انتهيت من تقرير النهاردة، وأتمنى إن لما أعمل التقرير الجاي تكون أمور أفضل. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.